نبارك طبعا هذا الإنجاز للجزائر، نتمنى أن يستعمل هذا المرفق أحسن استعمال وأن نحافظ عليه من أجل إعطاء أجمل صورة عن الجزائر ومن أجل السماح للجزائر بالعودة إلى مسارات سياحة الدولية كما هو موجود في كل بلدان البحر المتوسط، وللجزائر كل إمكانيات طبعا من أجل الولوج لهذه المسالك ومن أجل أن تستغل كل إمكانياتها السياحية. لاحظنا أن هناك شباب ما شاء الله متخرجون من أكبر المدارس الفندقية في الجزائر ومن أكبر المدارس البحرية في إفريقيا وهي مدرسة أبو إسماعيل، هم المكلفون بقيادة وبتسيير هذه السفينة، فنتمنى لهم كل التوفيق وللجزائر مبارك عليها هذا الإنجاز، والذي هو طبعا يحسب للسيد رئيس الجمهورية الذي وضع في برنامجه كأحدى النقاط الأساسية تدعيم النقل البحري بكل أنواعه، نقل السلع ونقل المسافرين. لدينا ما يكفي لتوسيع طبعا هذه الرحلات والاستغلال الأمثل لمقدرات الجزائر السياحية ومقدرات الجزائر في مجال النقل البحري للمسافرين. نحن نحوز حاليا على 3 بواخر جديدة، وهناك بواخر كذلك كانت موجودة سابقا سوف تستعمل الاستعمال الأمثل، خاصة بالنسبة لنقل المسافرين ما بين ضفتي البحر المتوسط، ولما لا الانطلاق نحو وجهات أخرى واستعمالها طبعا في عمليات الحج والعمرة، لما لا.